اي لا ضروري فعلا. ولكن انا الله يحفظك. نعم لا واه سا ديبون دابا مع هادشي ديال الناس باغيين نديرو نقدر نضيف سا ديبون حسب شنو عندي غنحاول حيت فيه الحلوى غنحاول نحطو قبل الناس باغيين نديرو مع الحلوى كليكوك مريم بركات يلا هذه ثانية لا هادو ماشي اطباق بلادي ما دخلتش في سلسلة اطباق بلادي هادو غير الدور اطباق امينة اطباق اي كان لايف بالنسبة ل شحال كتعطور شحال ديال الدراهم شويه هنا عندي سكر سبيسيال كنهز المره الاولى بحال هكا نعاود الثانيه ميمشي لا طما ديالنا والو لا عندي كنبقى كنهز كنبرد عليها كتوقف ضروري علاش كديري السكر واحد هذا بوحدو ولا اخر بوحدو هذا حيت نحيد هذه في زغبه شكرا ورشتها علاش امينه كديري كل وحده هذه حيت بحال غير كنلبس ليها هذا هو اللي كيبقى لابس فيها اها باش لا ما فهمت علاش زعما قسمات كل طبسيل بوحدو هذا هذا بحال هو اللي كيبقى ليا في اها كيتلبس معاها دابا انا نقدر هذيك اللي درتي غنرجعها في نفس الطبسيل انا السؤال ديالي علاش جوج طباسيل مختلفين يعني نقدروا هذاك تقدري هنا اللي تخدمي فيهم فهمتي انا حتى اول مره شفت جوج طباسيل بصح بلي كاين شي تخيك صافي بحال دابا كاين اللي غيقول لك واش هذا السكر نيت سبيسيال هذاك يعني تقدر ترجعها في نفس السكر غير هي قسماتها صافي ضروري حيت هي كت نكون سخية في السكر تقريبا شحال كتكون في كل كرية نعبروها نقول لهم شحال كاين كاين اللي كيبغي يلعبها Thank you.
صافي هكا سميتي العاده بالنسبه للفران الفران يكون سخون مزيان عرفتي سخون راه كنقولوا حتى كتولي الكوزينه سخونه معاه عندك عندك هذه والبهله يعني كاع غريبات 250 كتر ماكسيموم ديال كتشعلي الفران ديالك قلنا حتى كتسخن العافيه مزيان صافي وتعاودي تنقصي منها كتدخليها كطيب لتحت هو الاول غير كتبدا تشقق كنهز الفوق تكمل الطياب هي ما كتاخذش بزاف ديال الفران ديال لا ولكن دابا امينه الصابلي ياك لا الصابلي بالنسبه للمقادير عندنا 250 غرام ديال الزبده اي زبده لا زبده العاديه لا هي اللي كتجي زوينه صافي هو الزبده كعبه عندنا 160 غرام ديال السكر كلاصي السكر كلاصي صحيح مدام امينه كنخدم يا اما بعاليه يا اما بهذا بدويه يا اما ديك هذه انكور تاهي مزيانه انكور هذه هذيك مارغرين باسكو يكون فيها الماء هذيك مارغرين ماشي زبده لي بات قلنا 160 غرام ديال السكر كلاصي شوية الملح عندنا واحد المعيقة ديال الفاني ديال الفاني انا كناخذ هذا داك بودر صغير ما كانش بودر نديرو صافي الطريقه ديال الصابلي راه تقريبا راه كلشي عارفها يعني دائما كنخدم غير صباعي مكنوصلش لهنا وعندنا ثلاثة ديال الصفار كبير صافي عندي الزبدة ديالي كتلبس هذاك السكر مكيبقاش عندي السكر عاد عندي حق باش نزيد شنو منديروش البيض لا الصفر باقي ما وصلناش ثلاثة الصفار هي ناحية خدامة غير بنص المقادير البيض في الصابلي بحال بحال الا قلنا الا كثرتي فيه البيض بحال كتقولي الدقيق يجي يدخل ملي كتدخلي الدقيق كتولي كتاكلي في الدقيق اكثر ما كتاكلي في نتوما راه غديروا دوك ثلاثه ديال الصابلي
عندي واحد جوج معالق ديال بودر دامونت. جوج معالق كبار لا بودر دامونت كتجي زوينه في كتجي زوينه في هذا في الصالون. يا اما نديرها بحال هكا اللي كتباع جاهزه، يا اما نصوبها راسي، يا اما ندير كاع تحت اللوز بقشرته حتى هو كيجي بديل. نطحنوا من هذا. عندي نيدو وعندي جوج معالق ديال لاكخيم بغولي او لاكخيم باتيسير، يعني اللي عندك بجوجهم تيخدم. جوج معالق جوج معالق كبار ديال الكريم بغولي او الكريم باتيسير غبره، وهي الكريم بغولي كتكون لذيذه مكتوبه مكتوبه على الكريم بلاصه فين غتلقاي كريم الكريم باتيسير غتلقاي حداها. نيدو اللي عندك 80 غرام ديال النيدو كتحمريه صافي صافي. وهنا غندخل الطحين. الطحين يكون عندك شي واحد اللي يقول لك ديري 600 غرام ولا 700 غرام ولا هذا على حسب الطحين وعلى حسب الطريقه انت باش خدمتي الصابلي ديالك. المهم انا ما كندخلش الكف ديالي، ما كنعجنش، كنخدم ديما بصبعاني باش يبقى عندي الصابلي ديالي مرمل. لا نقدر راه غير حدا باش ما يمررش لا يمحلش. وهاد المراشم راه كلكم عارفينهم هما اللي دايرين دابا. لا لا خرجوا خرجوا ايميتاسيون، خرجوا التقليد الاصلي ما بقاش، الاصلي ما كاينش هذاك الفغي. دابا راه خرجوا الايميتاسيون، اما الفغي ما كاينش. الناس اللي نعرفو في الاول كانوا كاينين، من بعد غبروا صافي. عام 160 كاين هذا وكاين هذا من الاول. فكرة 40 درهم 60 درهم دابا طلع حتى 100 درهم، ولكن هذا الفغي. كاين الايميتاسيون 5 درهم ولا 10 درهم. لا الفغي كين كان في الاول دابا راه ولا 100 وزياده. هذا كين كيعطي لك هذا هو زمان الاولاني اللي كان كان حنا خدينا في الاول جانا في الاول دابا وطلع ل 100 درهم. واللي دار ليهم واحد مبقاش لا قليل خلي واحد تقريبا. راه اللي قلت لك راه ما تعطيش اي واحد عطاش تعيط لي عندي انت مش واحد اللي راه ما هذا اللي يجمع اللي معايا غير 500 ولكن هو راه كثير كيجمع اللي دارت معك الثمن شي انت كنحبس انا غنتيستي دابا لا ما عرفتيش وعاد ولا بحال هذاش كتطلع عندي شي مرملة كتطلع عندي مرملة ما كتبداش شي حي كنهز لا شي حزام كل واحد خاصه انا ما جمعتش ما دلكس ما والو، يعني خصني ملي كنقولوا صابلي يعني صابلي صافي كندير بحال هكا هانت مرمل ياك هكا شتي يدي ما خص ما كاين حتى شي حيت الا بقيتها كتلصق نعرفو خاصو الطحين هانتي عيطت لي كندير بحال هكا مين انا كنت في الدار تعطيها لا فك تلصقش يعني ها هو كيبان لك صافي يعني مرمل شويه غنطلع
صاب لي غير ما كيبغيش دلي استوعبوا واخا على السير باش كيبقى كروك لاستيس دابا ديال يجيك صاب لي كتعرف باش كيكون كروك راه كيبقى غير في السكر ولا في السنيده شوفي بغيت صاب لي رطب هو داك كيخدم بالسكر كلاصي بغيت صاب لي يكون هكا كيتغزز شي حاجه عندي هذا عندي السنيده هذا هو كيلو المرشم ها هو ها هو زين باش نمشيو في شبيتي تشارجا ولا مشارجي لا تحط النور لا 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 انت اللي معذبه بالنسبه للصابلي نقدروا نديروا به نبات حتى انا كنصيب كنصيب صابلي صيبي فاش كنهزو كتشتت ليا الحال تشتت ليا الطبيب ما يعرفش اذا شي حاجه صابلي كتخدمي بالعبار لا بالعبار كتعبري ما درت شي حاجه مفوته شي حاجه مفوته لا بالنسبه لنا شوف هو اللي اعتقد انا ما كنتهزيه هو كبير كنتهزيه طبيعي تهزيها ما تهزيهاش ما تهزيهاش عطيه لا طلع عطيه هنا الصابلي ملي كان انا عندي به غرض هنا ما بغيتوش رقيق حيت رقيق ما غاديش يخرج لك هذا الرشمه صابلي ملي كنطلقو ضروري كندوز بحال هكا بحال هكا الروباسي ماشي الا كانت شي حاجه عوجه ولا هذا كتقاد واحد طبيسير عافاك عتيقه عتيقه عطيني التوصيل هاكا خصك تدور هاكا خصك تدور لا الورق ما تعطيكش بالنسبه للعماره عند الاختيار عمري باش ما بغيتي شي تقدري ديري غير لي فخوي كونفير مع اللوز ايفيلي وديري فيهم الناباج وشويه الجليكوز وتحطيهم شي تقدري ديري الكونفيتير تاع الكير انا درت واحد الرسمه اللي عرفتي تجا كاع تتمرض عندي كيما عندك من نوع اللوز كتجي لك تقنيش ولكن ما يطولش لا صافي جيبي شنو قلتي كونفيتير هو كيجي زوين لا في اللوز لا في شتك حاطه درت شحال هادي درت انا لا درت هاد الغدا مراشم كنشكر درت الخامه الخامه ب 60 ما بروف سيدي درت الخامه درت لاباط شوكولا الداخل هادوك المول ديال السيليكون اختي شنو هما ديالها صافي بالنسبه للصابلي زكي زكي وين كنشان حيت قريب ليا زكي كيجيب الجديد
كتديري الفوق حتى كيشد راسو مزيان هكا و كيتحمل حتى كيشد لا لا هذيك كتزول فيها و عاد كتسخني الفران ديالك عاد تحطي لا حتى كيشد مزيان دابا المونتاج أمينة ياك دريساج صغار غاليين على الكبار الكبير شحال هاري يوسف الكبير كاين هذا الموديل اللي فيه غير هذا الصغيره وهذاك السيخ وكاين اللي كيكون لاصق فيه هو لاصق فيه كيكون ب 4000 و 400 كبير ضايع كبير زوين تخدمي غتخدمي بالسطايله وداكشي ما غاديش يصير كيكون لاصق هادي هو يعرف يخدم في بسطايله يعني كتلعب السفه مازال مزيانه ما في بسطايله كنت فيها انا الحل بسطايله ديال الحل سوشي سوشي غنديرو هكا من الفوق تقدري تديري القرفه حيت الا كان عندك الطبسي شويه وافي تقدري تضربي الجناب باللوز اولا تقدري ديري الزبيب تعسلي مع شويه ديال الماء والسكر المهم حتى الماء والسكر حتى كيطيبو مزيان حتى كيتبدل اللون ديالهم كتلوحي فيه الزبيب كديري واحد هذا ديال باديان غير وحده وهذا شويه ديال الزبده تقريبا واحد نص معلقه وتخليهم حتى كيطيبوا مزيان وعاد كتلوحي الزبيب ديالك كيشرب لك داك لاصوص حتى كيتعلق وزيدي واحد طرطقه المسكايله بغيتي وشديه هكا كيكون معلق ضربيه حتى هو من الجناب كيجي زوين هذاك في السفه كامله واللوز هذا اش درتي ليه هذا فيه غير السكر لا عطيني هذاك اللي غنخدم به الدجاج عطيني وحده لا بيزاليز غندير في اللور لا عطيني كركادي كركادي
تقدروا ديروا السكر بلاصي قرفه هكا تسمي غاده. بالنسبه لهذا الكركادي كتاخديه حتى هو كتعسليه نفس الطريقه ديال الزبيب نفس الطريقه ديال كاع لي فرويسي. كديري الكركادي مع الماء والسنيده وهذا حتى هما حتى كيطيبوا مزيان. كتلوحي فيهم هاد الكركادي حتى كيتعسل ويشرب لك داك لاصوص وكتزوقي به اللحم الدجاج اي حاجه بغيتي. يا عادي تس يلا غادي تحيدو ايه فغادي سدي ما شاء الله واحد في درب عمر شكون هو صافي فضلها عافاك خلاص دابا لا ما عرفتش مشكل دابا عندنا حنا هنا ديال 800 لا لا كاينه كاينه بالتفاصيل وما نتعطلوش على حساب الحلوه ما نتعطلوش ان شاء الله صافي غنحطوها ان شاء الله سهل داك الديسير ولكن راه حيت ما كاين لا جيلاتي لا والو ولكن غير جيلاتي بغينا نزيدو فيه الجيلاتي زيد زيد ها وحده حتى شي وحده لا امين هذا هو اللي زوقتي به هذا هو الكركادي فين نقدروا يلقاوه هذا كاين ملكه راه تجيبو يعني اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات حيت دابا انا مصوره اللي صحاب اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات الحلويات فيزاليز هذاك لي فيزاليز هادو تلقايهم في مرجان ديال نشوف هذا هو باش زوقتي الديسير ياك لي فيزاليز المهم كنتمنى ما تندموش على هاد الحصه انا حصه في صندوق ان شاء الله الله